إذا بدنا نعبر عن الحب والغرام بالموسيقى تلقائياً منفكر بآلة الفيولون. لما منفكر بهالآلة تلقائياً بيجي اسم ضيفنا على بالنا. إحساسه بيميزه عن الكل وبلمسته سحر بحرك أرق المشاعر، وشو ما كانت المناسبة بتحلى أكثر بوجوده، فكيف إذا كانت عيد العشاء؟ برحب بالفنان جهاد عقل. أهلا وسهلا فيك سيد جهاد. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا وينعاد عليك. ثانك يو، بينعاد عليكم جميعا. شال أحمر الحلو للمناسبة قلت لي. إي طبعا. جهاد، على كم قصة حب شاهد أنت وهالفيولون بإيدك؟ بصراحة ما بينعدوا، ما بينعدوا، وهذا الشيء بيخليني أحس بمعنى السعادة اللي بحس حالي عندي رسالة بقدمها، هي رسالة حب وسعادة للناس ولجميع مين بيسمع هيدي الآلة. فإيه ما بينعدوا وحلو. وإذا بدك توصف علاقتك بالفيولون كيف؟ علاقتي ما زلت لهلأ ضلني أبحث بالموضوع وشوف وين صرت أنا وآلتي، رغم الحب الكبير ورغم الصدق الكبير. يعني نجاحي مع آلتي له أسرار. نعم. ومن أسرار النجاح هو المحبة والصدق والعطاء. فينا نسميها قصة حب؟ أكتر. يعني شغف. أكتر أكتر طبعا، أكتر بكتير. الآلة بتعني لي كتير، لأنه من خلالها لا شك، إذا بدي أوصف الآلة، الآلة صنفت بالملكي. نعم. يعني The king of instruments، يعني مثل ما أنت أطلقوا عليك عدة ألقاب والأحب على قلبك، بعرف هو ساحر الكمان، كمان الفيولون له لقب اللي هو king of instruments، لأنه صحيح. مهمته هو يترجم أحاسيس الناس. ولا شك قلت الكمان هي الأقرب لأحاسيس الإنسان. نعم، ولصوت الإنسان كمان. ولصوته، بمشاعره، بغضبه، بعنفه، بأحاسيسه، بشفافيته. فقدرت ألمس هذا الشيء بيني وبين آلتي. نعم. وبدأت ألمسه من فترة 12-13 سنة، يعني بدأ هالحب يكبر. والحب مش من البداية، يعني لأنه أنت من سنين طويلة بتعزف. صحيح. جهاد، مش من البداية، لا، يعني تطورت علاقتك بهالآلة، ما بتتوقف. لا شك أنه تطور. كنت حس أنه كل فترة في علاقة جديدة، وهيدي العلاقة مبنية على صدق وعلى حب بيني وبين هيدي الآلة. لا تعطيني لازم أعطيها، لا أنجح أنا وياها لازم تكون اثنيناتنا واحد. ولا شك هي الآلة معروف عنا، قلت الكمان إن آلة صعبة، اختصاصها 15 سنة تقريبا. صحيح. لحتى يقدر الإنسان يبدأ يتفوق بالآلة، ولكن بيتميزوا العازفين بكل إنسان شو بيملك من تقنيات ومن موهبة. نعم. بدنا نحكي عن العازفين اليوم والشو اللي بيميز عازف هو آخر، ولكن بدي أرجع شوي لبداية هالشغف. من أول ما فتحت عيونك عالدنيا وشايف والدك حامل الفيولون، هو كان كمان عازف بارع وأستاذ بيعلم، ونقل، قدر ينقل هالشغف اللي عنده لإلك بظروف كتير صعبة خلال الحرب الأهلية. صحيح. اللبنانية، وكان مصر أنه يعلمك العزف على الفيولون، مع أنه الوصول للكونسيرفاتوار كان كتير صعب بوقتها. هو بنفسه علمك لفترة، لو ما كان هالقد مصر والدك كنت وصلت للمكان اللي انت فيه اليوم جهاد؟ الوالد لعب الدور الاكبر، اللي هو التاسيس الاكبر، ومن خلال هالشاشه اللي انا بحبها وبعشقها بوجه تحيه لوالدي وبقول له الله يطول لي بعمرك، لانه انت سبب ما انا فيه الان. لانه الوالد اعطاني علم قلت كمان باسلوب مختلف وبطريقة استثنائية، خلتني بالبداية أشعر أنه هالإنسان كتير عم بيضغط علي. نعم. ولكن بعد فترة من العمر اكتشفت أنه كل شيء قدم لي. نعم. هذا كان استثمار، كان استثمار. نعم. لنجاحي، والله يطول بعمره وبشكره من كل قلبي. ونحن بنشكره كمان لوالدك، لأنه كان هالقد مصر، لأنه النتيجة بتجنن، بتاخذ العقل مثل ما بيقولوا. جهاد، أنت كبرت وكبرت هالموهبة معك وكبر شغفك كمان، وعبر سنين نميت موهبتك بشكل كثيف، يعني كنت تعزف 10-12 ساعة بالنهار. صحيح. ما اكتفيت بالموهبة،
الموهبة، نميت موهبتك بقوة وتميزت أكيد بأحاسيسك بلمستك، وعزفت على المسرح مع كبار نجوم العرب سيدي فيروز وديع الصافي نجوى كرم وكتار غيرهم، وأنت يمكن الفنان أو الموسيقي الوحيد اللي قدرت على المسرح نوعا ما تخطف الأضواء من الفنان. إيه شوفي الفنانين رحلتي معهم كانت تجارب بحياتي كتير مهمة، واكتشفت بنفسي ما أملك من موهبة خاصة أو إبداع وعطاء خاص بهيدي الآلة، فما قدرت أدمج بين علاقتي الخاصة مع العمل مع الفنانين، فبدأت أشتغل على أني أنا ابني حياتي الخاصة بهيدي مع عائلتي، ولكن كانت مرحلة جميلة جدا لما اشتغلت، كنت قائد فرقة وكنت موزع موسيقي مع جميع الفنانين كلهم يعني تقريبا بدون استثناء، وكانت رحلة حلوة بحياتي قضيتها تقريبا شي 15 سنة، وبس هلأ صار عندي مملكتي وصار عندي حياتي، والأضواء ما بعتقد أني أنا بخطف الأضواء، ولكن الفنان ما يملك هو اللي يعني يمكن على قد ما كنا ننطر تنشوف الفنان اللي عم بيقدم الحفل أو عم بيغني كنا ننطر كمان جهاد عقل تنشوف شو بده يسمعنا، يعني هذا الشيء بيفرحني لأنه عندي وسيلة بقدر أجذب فيها أذان المستمعين، حتى اللي بحبه أنه في بعض أغلب المستمعين بحبوا يشوفوا جهاد كمان كيف عم بيعزف مش بس يسمعوا، لأنه حسب ما بيقولوا لي الدمج بيني وبين آلتي جميل، ثنائي رائع، ثنائي رائع ما بيقولوا. ما اكتفيت بالموهبة أنت جهاد، يعني ظهرت من عمر كتير صغير وبنيت مملكتك سنة ورا سنة، ولكن كتير ركزت على تطوير نفسك يعني أكاديميا، وكمان في ناس بتقول أنه الموهبة بتجي بالفطرة مش بحاجة أنه ننميها، شو رأيك أنت بهالشيء؟ لا شك الموهبة بلا علم بضل فيها نقص بأماكن ما، الموهبة جميلة ولكن العلم بيثبت قوة الموهبة، بتصير الموهبة تنمى أكثر بثقة أكبر وبثقافة أكثر، وهذا اللي أنا حصلت عليه بحياتي، كان عندي موهبة بس وصلت لمرحلة كرهتها للكمانجا، انه هالموهبه حتقعدني كل يوم 13 ساعة عم بعزف، طب انا طفل بدي اتحرك بدي اروح بدي اجي، كان كله هذا طبعا ممنوع، ولكن بعدين اكتشفت انه كل هال الموهبه اللي بداخلي طلعت صح لما اصبحت حر طليق انا وقالتي، لما اصبحت سولوست يعني سولو ارتست لوحدك. كمان من هالناحيه ما اكتفيت جهاد، مع انه برعت كثير على المسرح مثل ما قلت قبل مع كبار الفنانين غيرك كان اكتفى بهالكم من النجوميه، ليش قررت انه تخلق خط خاص لك كسولو ارتست؟ لعده اسباب، اول شيء طموحي، طموحي اني انا وبعد عندي طموح عم بشتغل لحققه باذن الله. تاني سبب الفن بشكل عام أصبح مهتز، يعني في خلل بأماكن معينة على صعيد الفن وعلى صعيد الموسيقى وعلى صعيد العمل بهذا الدومين، فانعزالي أو مش انعزالي اختياري لهذا الطريق خليني أحس بالراحة وبالأمان وبالسعادة، لأني أنا ملك نفسي، أنا ملك آلتي، أنا صاحب مملكتي، فهذا الشيء بيخليه بيحسسني أني أنا سعيد تتميز جداً عن الكل. بعالم الفن كلنا بنعرف في عجقة اليوم بالساحة، أسماء كثيرة يمكن مستويات مختلفة، ولكن أسماء موجودة، ليش وسط الموسيقيين ما في هالمنافسة، ما في هالأسماء العديدة؟ يعني منفكر بالفيولون منفكر تلقائيا باسم جهاد عقل، ما في منافسة اليوم بهالمجال؟ المنافسة في منافسة ولكن بمستوى معين، بس بالمستوى العالي ما في منافسة. تاني شيء العازفين الشباب، في جيل كامل اليوم موجود على الساحة، طبعا العازفين الشباب اللي هن درسوا، البعض منهم درس آلة الكمان، ما زال عم بيحاول انه
يقدر يعمل شيء أو يقدر يبرز نفسه أو يقدر. دخل هلأ عازفين البنات الصبايا. صح. بدي البنات الصبايا يعني أنا بشوفهم حلوين، أشكالهم حلوة جميلين عم بيقدموا، ولكن إذا بدنا نيجي نحكي بآلة الكمان بالعزف والتقنيات وبالعزف والتقنيات لما بنحكي بآلة اختصاصها 15 سنة، يعني هيدول الصبايا حلوين ولكن ما زالوا هواة بإمكانيات محدودة. يعني هل هن مثقفين فنيا؟ مش غلط تكون طلتها حلوة، ولكن اليوم عم نشوف صبايا بلباس جريء ولباس مغري حاملة فيولون وبتسمي حالها فيولونيست. اليوم هل مين ما حمل فيولون جهاد بسمي حاله فيولونيست بارع؟ وكمان في ظاهرة بحب توضح لي أمر، اليوم في ظاهرة بالبلد، اليوم في بمعظم النايت كلابز بكثير من المطاعم اللي منزورهم منلاقي في فيولونيست عم بيعمل شو. هل مين ما حمل اليوم فيولون بسمي حاله للأسف موسيقى؟ بقدر أقول لك أنه للأسف أنه أصبح مين ما حمل فيولون بيقدر أنه يوقف أمام ناس يتعلم كم لحن وبيعيدهم بعدة مرات بالأسبوع. الأماكن اللي بيكونوا موجودين فيها يعني ما بعتقد أي حدا من الفيولونستي بيقدر يوقف على مسرح دار أوبرا ويقدر يقدم. صحيح. إبداع ويقدم هيدي المستوى اللي الموجود بالساحة أو بالحاليا لا يقارن بآلة الكمان إطلاقا. نعم. يعني أنا بقدر أي حدا بيقدر يتعلم شوي ويطلع يطلع. نعم. يعمل في أساليب تانية تغطي على الموسيقى. نعم. ولكن بيفهموا بالموسيقى وبالكمان بيعرفوا الآلة تحتاج لها مين يحبها ويحافظ عليها ويعطيها حقها. نعم. هيدي عن الصبايا، ولكن كمان في شباب عم ينطلقوا اليوم بالأسواق، كل حدا عم بيحاول يميز حاله عن الثاني. عم نسمع مؤخرا فنان اسمه حبيب ألبرتو قدم عمل كتير حلو، هلا شفنا فيديو كليب. هل في مواهب برأيك حبيب موجود اليوم؟ حبيب جيد، حبيب. نعم. إنسان جيد وصديق حبيب، يعني بحبك كتير. بحترم فيه محبته. نعم. لإلي وبحترم محبة العازفين لإلي. نعم. بغض النظر عن أي إمكانيات بالعمل، ولكن الموسيقي موسيقي لما بيملك المحبة الداخلية بيكون ناجح نوعا ما بالحياة، لأنه في شيء عم بيستعين فيه هو المحبة والحب. نعم. لأنه مش لازم يكون في كره إذا محبة أنا بعزف الناس لألو أو محبته محبة للفن العازف للعازف الموسيقي كمان. للموسيقي محبة المحبة المتبادلة بين العازفين. نعم. هيدي نحن عندنا كثير نقص فيها. صحيح. يعني مثلا نحن ذكرنا حبيب. نعم. حبيب مثلا بحب محبته لإلي، احترامه لإلي، تقديره، هذا الشيء بيخليني احس انه هذا الانسان ماشي بطريق صح. نعم. بستايل معين، بستايل نعم. خاص. نعم، بأسلوبه الخاص. نعم. بالتأكيد. فمن هذا المهم انه العازف ما يقلد الاخر، يعني اليوم كيف فينا نميز عازف بارع عن غيره جهاد؟ بالتقنيه، بالسرعه، بالطله، بالاداء. لما بيعزف لوحده. نعم. قولي له تفضل سمعني. نعم. انا بوافقك الراي 100%. ما في واقع، نحن صرنا بعصر الصوره. نعم. والصوره كل ما جملتيها كل ما بطل ممكن تغش لفترة، ولكن الاستمرارية ما بتفوتك على المضمون الحقيقي. نعم. ولكن حط الشخص لوحده وقل له تفضل هونيك فرجينا شطارتك، ببين شطارتك. نعم. طبعا بدنا نشوف مشهد من آخر فيديو كليب لك بعنوان إسبرانزا من ألحانك وتوزيعك. صحيح. ومنرجع لحديثنا. حلو، هيدا اخر عمل لك إسبرانزا، عمل هيك فريش وجديد.
بتصور غلطان، انا اليوم الصبح قدموا لي الشباب بوكي، بس هيدي احلى نشته رجع لعندي، هيدي مش لإلي، هيدي انا حابه اقدمها لاستاذ جهاد لانه وجوده هو احلى هديه لإلي. ميرسي لذوقك شخصيا. ميرسي لذوقك. بليز تفضل. ميرسي لإلي. ان شاء الله كل ايامك حب وورود حمراء وتضل تضيف هالاجواء الرائعه. امين يا على رب. كل مناسباتنا الحلوه جهاد. شو حابب تسمعنا؟ سمعني انا مع هالوردات. في امرأة جميلة جدا حابب تغويها، كيف تغويها بالموسيقى؟ طلع لي جواتي وبعيش بمخيلتي بي 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 بالعالم اللي أنا بسبح فيه بي لما بعزف. نعم. بحب أغوي الناس بأسلوب جميل، خلي الإحساس يطلع من جوا بطريقة مميزة من ناحية السمع. كيف عرفت هيدي اغنيتي المفضله؟ انا ما اكتفيت بصراحه جهاد ولا المشاهدين اكتفوا، بدنا نسمع هلا شيء مع البيانيست. ايه؟ ونوجه تحيه لروي عطلة. اهلا وسهلا. ايه؟ فيك روي. يلا نعمل مونامور. Thank you.
يا جهاد، شو الاحساس مبلوم البترك الراعي اللي قدم لك هالتكريم الخاص لك. بدنا نحكي عن هالموضوع انا وياك، نحن ورايحين على الوول اوف فيم، تفضل معي. والكمان اكيد، والكمان كمان قدمت حفلة خاصة بمناسبة الأعياد المجيدة بالبطريركية، وبختام البترك الراعي تفضل قدم لك تكريم خاص لك على مسيرتك الفنية الطويلة والغنية. صحيح. كيف كانت هالمفاجأة؟ بصراحة كنت كتير سعيد بهاللحظة، وخصوصا أني عم بعزف قدام سيدنا البترك. نعم. وكان بعيد الميلاد. صحيح. وكان أمسي بعنوان إلهنا واحد. والسلام والمحبة والعطاء بتجمع كل الأديان بتحت سقف واحد، لأنه كلنا بالنهاية واحد. فعزفت وكان سيدنا البترك، وطبعاً كان في بعض الفنانين كمان. نعم، كانت أكيد مفاجأة أكثر من حلوة لألك، وقيمتها المعنوية كانت كتير كبيرة لألك. يعني إذا ما ننظر على كل التكريمات اللي تلقيتها والجوائز اللي حصلت عليها وبلشت تجمعها من عمر 6 سنين. صحيح. أنا بعرف لغاية اليوم يمكن هيدي من الأعز على قلبك. تفضل، بدنا إياك تكتب لنا كلمة، جملة، إمضاءك، شيء بالمناسبة. نكتب هون وين ما بدك. اوكي، وبدنا نحكي بس سريعا عن الاشياء اللي عم بتحضرها. بعرف في تكريم خاص عم بتحضره للسيده صبوحه. طبعا الله يرحمها. الله يرحمها. بموسم الصيف ان شاء الله. وكمان البوم جديد عم بيتحضر، ومفاجاه كثير كبيره كمان بموسم الصيف. انطلب منا ما نذكرها، ولكن رح ترجع لعنا بتوعدنا وتخبرنا عنها، نكون اول من بيعرف ببرنامج الايف. من وتر الكمان إلى وتر القلب. حلو جهاد عائل، كثير حلو. ثانك يو جهاد. ميرسي لإلك. كيف رح تقضي العيد الليلة؟ الليلة عندي حفلة جميلة جدا إن شاء الله بالفور سيزون. نعم. وبحب أقضي كمان مع العائلة. حلو. قديه بتعزف لهم؟ طبعا. شو حلو، نيالة زوجتك، تحية لزوجتك، مش لكل أيامكم حب. كيف حابب تعيدنا نحن بألايف وكل المشاهدين اللي ناطرين ختام هاللقاء الحلو بهالمناسبة؟ نعزف ونسمعكم شي حلو.